مسا مسا على كل وشا دحيح الافلام. من الاول كده شد الحافك علشان هتسقى معانا في الفيلم ده. بيبدا الفيلم ببنت اسمها جيرل وهي في محاضره في الجامعه وبتتفق مع واحد على التليفون علشان تقابله. بعد كده بيخلص الامتحان وبتخرج بره الجامعه وبتلاقي اعلان ليوم 23 ديسمبر. وبيجي يوم 23 ديسمبر وبتقابل واحد اسمه جاي وبيكون سواق وبيركبوا سوا العربيه علشان يوصلها للموعد بتاعها. في الطريق جيرل بيتكلم واحد اسمه روني وبتكون زهقانه وبيتعرفوا انها راكبه مع واحد ممل زهقت من الطريق معاه ولسه باقي 5 ساعات لحد ما توصل. وبتصور جاي وتبعتها لروني. بعد كده جاي بيتخنق منها وبسبب اللي بتعمله هو سايق وما بقاش عارف يركز معاها وقال لها يا تنزلي يا تخرسي وتفكك مني. بعدين بيهدوا وجيرل بتتعرف على جاي وجاي بيقول لها انا من ويلجينتون ودرست في اكاديمية القديس فاتس، وعلى فكرة انا حضرت معاكي محاضرات قبل كده في الفلسفة الحديثة. لكن جيرل بتقول له كان في حوالي 1,000,000 في الفلسفة الحديثة، ازاي شفتني وقتها وسط كل الناس دول؟ قال لها وانا عيوني تتوه عنك يا قمر. بعد كده جيرل بتطلب من جاي يقف في اقرب منزينه جايه علشان تدخل الحمام، ولكن وقتها جاي بيقول لها معلومات عن حياتها السابقه وهي بتكون مستغربه هو ازاي عارف عنها حاجات كده. ولكن بعدين بيوصلوا للبنزينه وبتدخل جيرل الحمام، ولما بتيجي تخرج بتكتشف ان الحمام مقفول عليها ومش عارفه تخرج. لكن بعد شويه الحمام بيفتح لوحده وبتخرج. بعد كده بتطلع تتخانق مع جاي وبتحسبه هو اللي قفل عليها الحمام وبيتخانقوا مع بعض، ولكن بيترادوا لما بتحس ان جاي ملوش علاقه. بعدين بيرجعوا للعربيه وبيمشوا بيها على الطريق السريع وسط التلج، لكن بعدها بيطلع جاي وسط التلج ويسيب الطريق السريع وبيعرف جيرل ان ده طريق مختصر وهيوصلنا اسرع، وجيرل بتكون قلقانه. في الطريق جاي بيسال جيرل العيد ميلاد بالنسبه لك عباره عن ايه؟ قالت له زي ما يكون ابويا بيجري ورا امي وانا بكون تعيسه بسبب اللي حصل لي زمان منهم بسبب انفصالهم. بعد كده الليل بيبدا يحل عليهم، لما كانوا ماشيين بيتكلموا مع بعض بيتشغل جاي معاها وبتيجي عربيه في وشهم، وقبل ما يخبطوا في بعض بيلف جاي بسرعه والعربيه بتصدم في التلج وبتعطل وبيفقدوا هما الاثنين وعيهم. بعدين بتفوق جيرل وبتنزل من العربيه وبتحاول تلقط اشاره بالتليفون بتاعها، ولكن لما بتلف بتلاقي جاي في وشها وبتتخض، ولكن بتطمن عليه بعدها. ولما بتطلب منه يشوف شبكه في تليفونه قال لها انا معيش تليفونات اصلا. بعد كده بيفكروا في العربيه اللي كانت هتخبطهم وبيدوروا عليها ولكن مش بيلاقوها، وبيتصدموا لما ما بيلاقوش اسرع عجلات للعربيه وبياخدوا كشاف وبيمشوا في الغابه وسط التلج يدوروا على اي حد يساعدهم. وبعدها بيرجعوا للعربيه تاني وبيحاولوا يشغلوها ولكن بدون فايده. بعد كده الجو بيكون برد وبتدخل جير العربيه ويسيب جاي بره وبيتعاقبه ومش بترضى تدخله بسبب انه مشي بيهم من الطريق ده، وبيحاول يترجاها ولكن مش بتصدقه وبترفض تدخله وبتقول له مش يمكن انت دخلتني هنا بمزاجك علشان عايز تعمل لي حاجه، ويمكن اللي كان هيخبطنا تبعك وانت عايز تخطفني، وانا اتصلت بصاحبتي اتصلت بالشرطة والشرطة قريب هتيجي هنا. وهنا يتضايق جاي من الاتهامات اللي بتوجهها له وبيعرفها ان رايح البنزينة ماشي يمكن يلاقي مساعدة منهم، وبيطلب منها تروح معاه ولكن جيرل بترفض وبيمشي جاي لوحده. بعد كده بتسمع جيرل النشرة في راديو العربية وبتعرف ان فيها عاصفة تلجية على طول الساحل الشمالي ودرجات الحرارة هتبقى تحت صفر وبيمنعوا اي حد يخرج من بيته في الوقت ده. بعد كده بتشوف جيرل واحد ماشي بره وبتنزل وراه تكلمه ولكن مش بيرد عليها ولا بيعبرها، وبتكمل ماشي وراه. ولكن لما بتلاحظ حركاته الغريبة في المشي بتقلق وبترجع، وهنا بتلاقي جاي في وشها وبتسأله ازاي رجعت بالسرعة دي. قال لها البنزينة كانت قافلة وما لقيتش حد يساعدنا، ودلوقتي يلا بسرعة ندخل نقعد في العربية نتدفى من البرد ده اللي هيجمدنا. وبيدخلوا في العربية يتدفوا فيها من البرد وبيدوروا على الأكل اللي اشتروه علشان ياكلوا، ولكن بيكونوا نسيوه في المتجر هناك، وجاي بيكون متضايق على الفلوس اللي دفعها على الفاضي. بعد كده بيجمعوا اللبس اللي معاهم وبيتدفوا بيه في العربية، وبعد ما اكتشفوا ان العربية مش شغالة بسبب ان الوقود خلص منهم بعد ما التانك اتخرم. بعد شوية بتزهق جيرل وبتقرر تنزل من العربية وتمشي تدور على اي مساعدة، وحاول يرجعها جاي ولكن صممت تنزل. بس لما نزلت شافت ناس كتيرة غريبة ماشيين من جنبها وهي واقفة مصدومة. بعدين شافها جاي وراح لها وشافوا خيال اشخاص وراهم ماشيين، وراح وراهم جاي ويخلى جيرل تستنى في العربية. وبيمشي جاي وبيلاقي بيته وسط التلج، ولما بيدخلوا بيلاقي جوه عدد كبير من الميتين اللي اتجمدوا ملامحهم مرعبة. وفي نفس الوقت شاف جيرل عند العربية الراجل اللي بيمشي دايما جنبها. بتقرب جيرل منه ولكن بتلاقيه عبارة عن شيطان ومسخ شكله مرعب ومقرف وبينزل من بقه تعابين صغيرة. وبتتصدم جيرل، ولكن بعدها بيجي لها جاي وبيلحقها وبيرجع بيها للعربية. في العربية بيكون الجو بقى برد وتلج أكتر، وبدأوا يحاولوا يقفلوا كل حتة مفتوحة في العربية، ولكن جاي كان التعب والبرد بيزيد عليه أكتر، وخصوصا إنه كان مجروح في راسه. ولكن بتحاول دايما جيرل
يتقرب منه علشان يدفوا بعض. في الوقت ده راح شرطي المكان وحذرهم من النوم في العربية على الطريق، ولكن جيرل حاولت تقنعه باللي حصل معاهم، ولكن هو ما كانش مصدق. بعدين قال لها الطريق ده ياما سمعنا ناس بتعمل حادثة فيه وبتختفي، ما بنعرفش عن لها حاجة تاني، ويطلب منها تركب عربيته وتروح معاه ولكنها بترفض. وهنا بيظهر تاني الناس الغريبة اللي كانوا بيظهروا دايما ويختفوا، وبتخاف منهم جيرل وبترجع تركب عربيتها بسرعة. في العربية العصاية اللي في ايد جاي بتكون اتجمدت في ايده ولزقت، وقدرت جيرل انها تفصلها عن ايده وفصلتها، وحضنت جاي اللي كان تعب جدا وما بقاش قادر ياخد نفسه طبيعي. بعدين بتلاقي جيرل في العربية جريدة وبتقرأها، وبيكون مكتوب فيها ان المكان ده اول ناس وصلوا ليه كان قسيس روماني وكان معاه 5 كمان. ووقتها العربية بتاعتهم اتحطمت على الطريق، والستة واجهوا طقس سيء جدا وكانوا في برد شديد وما يدروش ينقذوا الشرطي اللي كان مرمي على الارض وكان متورط في الحادث. والكلام ده كله حصل يوم 23 ديسمبر عام 1953. بعد كده بيقرر واحد ينام والتاني يصحى علشان يقدروا يكملوا اليوم ونفس الوقت يأمنوا نفسهم من اللي بيحصل. وبتنام جيرل ولكن بتقلق، وبتلاقي في واحد بيحاول يخطفها من ازاز العربية، وهي بتصرخ. وقتها بتشوف في الاشباك واحد شرطي بيخطف ست وبيدفنها، وكان وراه كهنة بيتفرجوا عليه وهو هرب بعدها. بعد كده بتفوق جيرل من نومها وبيقرب منها جاي اللي بيحاول يهديها وياخدها جنبه. وقتها بيظهر جنب عربيته الاشخاص الغريبة اللي بتظهر وتختفي في الغابة، وبيفضلوا يخبطوا في العربية ويهزوها وهم في منتهى الرعب والخوف. بعد كده بتكتشف جيرل ان جاي مصاب وبيتبول دم، وخلاص بقيله وقت معين ويموت من كتر الدم اللي نزله. وبتعرف منه انه عرف انه مصاب لما كان رايح للبلزينة ورجع تاني وقتها بسرعة، وبتطلب منه انه يهدى ويستنى في العربية وهي هتروح تجيب اي مساعدة من اي حد وتيجي تاني بسرعة. بعدها بتطلع جيرل على برج كبير وبتوصل سماعة التليفون اللي معاها علشان تحاول تحصل على مساعدة، وبتكلم واحدة لكن الشبكة بتكون ضعيفة ومش بتسمعها. بعد كده بتنزل من على البرج، واول ما بتنزل بتشوف الست اللي شافت الشرطي بيدفنها قدامها، وبتترعب منها وبتقوم تجري بعيد عنها وبترجع العربية. بعد ما رجعت جيرل العربية عرفت جاي انها نجحت وكلمت حد، ولكن جاي مش بيرد عليها. وبتكتشف هنا جيرل موته، وبتفضل تصرخ وتعيط بعد ما بقت لوحدها. بعدها بتقرر انها تنزل جاي من العربية وتاخده وتمشي بيه بعيد عن المكان، وفي طريقها بتقابل عربية شرطة جاية تساعدها. الشرطي بيحط جاي في الصندوق وبتركب جنبه جيرل، وبيعرف المركز ان الست بس اللي عايشة والراجل مات. وبعدها بينطلقوا بالعربية بتاعتهم، وهنا بيحكي ليها الشرطي عن الحاجات الغريبة اللي ياما حصلت هنا، وقال لها الموضوع بدأ زمان لما كان في شرطي فاسد بيوقف الناس كلها على الطريق ويقتلهم ويرميهم في الغابة. وكمل ليها وقال لها وبعدها نفس الشرطي ده اتسبب في موت عدد كبير من الكهنة، وبعدها لقينا في الغابة عيلة متجمدة من البرد لحد ما ماتت، وبعد كده مات عدد كبير من الكهنة في السراير بتاعتهم. هنا بيلاقي الشرطي عربية جاية قدامه وبتحاول تخبطه، وبيصدم بالعربية في التلج والعربية بتقف وبينزلوا منها. وقتها بيروح الشرطي ناحية العربية التانية علشان ينقذ اللي كان فيها، ولكن جيرل كانت وراه وبتنادي عليه انه ما يروحش، ولكن هو زي ما يكون مش سامعها ومكمل في طريقه لحد تحت. في الوقت ده بيظهر الكهنة وبيقربوا من العربية علشان ينقذوا الشخص اللي فيها، واللي بيكون في العربية هو الشرطي القديم، والكهنة بيولعوا في العربية وبيسيبوه يموت. وقتها بيطلع الشرطي القديم من العربية بعد ما اتحرق، وبيمسك في الشرطي اللي مع جيرل وبيتجمد بعدها، وبتجري جيرل ترجع عربيتها، ولكن الشرطي القديم بيطاردها هناك. وقبل ما يقتلها بيظهر جاي ويقتل الشرطي، وبتفقد جيرل الوعي. لما بتفوق بتستغرب من كل حاجة حواليها، بتشوف وقتها جاي وقال لها انا كنت هعرفك كل حاجة في وقت معين بس ما جاتش الفرصة، وجيرل قالت له انا كنت عارفة وكنت مستنياك. بعدها بيطلع يمشي جاي وبتمشي جيرل وراه لحد ما بيقدر يرشدها جاي لطريق البنزينة، وبتلاقي هناك شرطة واسعاف وبيهتموا بيها وبيعالجوها بعد كل اللي حصل لها. وبيخلص هنا الفيلم. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تنساش اللايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم على خير ومع السلامة.